تيوه توضيع عاد دخل في الميدان. ياكيف تيلعبوا تدخل الرياضي تيدخل يلعب الكرة غير تدخل تيسخون وكل شيء عاد تيدخل. القضية لا القرآن كل شيء خلي دابا الحديث الحديث كاين أمورات اللي هي قبلوها وكاين اللي ما أما القرآن ما فيهش التغيير لأنه شوف دابا هاد الناس هادو ديال الصهاينة وداك الشيء غيروا التراث فيها دخلوا التامول هذا ما أعطيكم من جبت التامول شي نهار عاد نوضحكم شنو في التامول يعني تيقول لك التامول تيقول لك سرق المسلم سرق يا عباد الله سرق ما تسرقش اليهودي قتل المسلم قتل كذا شيء ما تقتلش اليهودي يعني هذول اللي عملوا في التامول يعني كراهيه احنا ما نخرجوا من هنا نرجعوا للنقطه هذه الحرام شنو هو الحرام وشنو هو هنايا مش قلت لهم انا بالهولنديه تقول لك فربودا ان فرنايدا يعني في القران ماشي كيقول حرام كيلعن بلاتي ما كاينش النعم ما كاينش النعم انا نعطيك الايه راه شي بلاتي ما تقلق سيدي ربي حرم يعني نسمي بالتحريم المطلق يعني تحريم مطلق حرم عليكم الدم والخنزير والميتة ولحم الخنزير هادو ثلاثة الدم والجيفة ولحم الخنزير هادو حرمة هذا نعيطولو تحريم مطلق يعني تلقان تحريم مطلق فيما يخص الخمر الخمر فيه ثلاثة آيات نزلت عند الإله سبحانه وتعالى الآية الأولى تقول لك في الخمر والحديد شنو هو الحديد؟ الحديد هو السناح تقول لك في الخمر والسناح فيه فوائد كثيرة منافع للناس فيه منافع للناس في شعته اسمهما كبير اسمهما كبير وفيه منافع للناس لا اسمهما كبير تقول لك الخمر اسمهما كبير وفيه منافع للناس ماشي اسمه تقول لك وإثمهما أكبر من نفعهما إن في الخمر نافع كثيرة وإثمهم كبير إثمهم أكبر من نفعهما هذه الآية الثانية اللي نزلت لا الأولى الثانية شنو هي؟ قول الصحابة يسكروا سكر ما تسكر كذا شي آخرين جاء يقال على الأحاديث الله أعلم سيدنا عمر ولا شي حاجة يعني هما تيقول ما عرف صحابي النبي صلى الله عليه وسلم جاي يصلي كان سكران بغى يقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قال يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون نسى ما قالش لا ثم نزلت الايه الثانيه شنو تيقول سيدي ربي سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هو انا شنو تقول حتى تكون متبل واخا تشرب بارك تكون ولكن صار الناس يشربوا صاروا الناس يشربوا خاطر يشربوا نزلت الآية الثالثة والأخيرة نزلت الآية الثالثة والأخيرة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام شنو ما هذو الخمر والأصنام شنو ما والقمار لأنه والأزلام شنو هو الأزلام هو الفن فهمتي عند واحد ثلاثة العويدات غادي نسافر تنهزعو إذا كان طويل نسافر إذا جاء صغير ما نسافرش إذا جاء الوسط نعود الفعل تيقول لك هذه الأشياء هذه عمل الشيطان تيقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأزلام رش من عمل الشيطان فاجتنبوه ماشي تحريم فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ماشي خليك حرق لك ها أنتم مكافأة فقط سليم ولكن في الاجتهاد الاسم يعني أنت يقول لك كل ما نهانا عن الله نجتنبه إذن هنا كاين تحريم مطلق والنهي بحال واحد مثلا ولدك طلع فوق الطبلة وغادي يتلاح نقول له هو تما عطيتو سلا لا قول له شو هو وليدي اذا مشيتي تيبتي تما راه قلت لك شهر سلاك هكذا ما احسن ما تعملش يا وليدي تسنيه هذا النهي هذا النهي انه سيد ربي هنايا دابا حنايا هاد الناس هادو تيمشيو للجزئيات ما تسلمش على المرأة سايفك أن نجعل السلام للمرأة شو تقول عنا إحنا إذا لمستم النساء
إذا ما عز حيث بأنه علاش إذا نسلم على المرأة راه فيها جوج أنواع.